اخذ معنا الان بالهاتف الاستاذ عبد الناصر المهري. مساء النور عبد الناصر. السلام عليكم، مساء النور استاذ عبد الناصر. اذا هو محامي العقيب، هو محامي رئيس الحكومه الاسبق حمادي اجبالي. استاذ عبد الناصر، ما جديه الاخبار القائله باختطاف رئيس الحكومه الاسبق حمادي اجبالي واقتياده الى جهه غير معلومه؟ بالفعل اخويا الخبر ذا صحيح، ومنذ قرابة 3 ساعات تم ايقاف السيد حمد جبالي بمفترق شارع النخيل بجهة خزامة بسوسة، طريق سياحية، اثر عودته من الورشة الصغيرة اللي هو يعمل فيها ورفقة زوجته، واقتياده لمكان غير معلوم. ومن الواضح انه تم التوجه به الى تونس العاصمة. احنا لحد الان نبحث عن سيد حمد جبالي ولا نجد له اثرا. استاذ، يعني هل من علاقة، او على الاقل هو الان ما عندكمش الخبر اليقين، ولكن هل تعتقدون انه لهذا الايقاف من علاقة بما حصل للاستاذ حمد جبالي تقريبا منذ شهر؟ والله الحقيقة هو وقت ايقافه طلبوا منه بطاقة تعريف الوطنية، هو ما كانش عنده، باعتباره هو قدم مطلب في الاستخراج بطاقة تعريف من شهر ديسمبر لرئيس حكومة تونس السابق، ما حبوش يمكنوه من بطاقة تعريف وجواز السفر. معناها هذه معناها معاملة رئيس حكومة بهالطريقة هذه، ويقع اقتياده على اساس انه هو ما عندوش بطاقة تعريف. ولكن الحقيقة غير ذلك، هو فما فرقة أمنية جات من تونس وقت هددته إلى العاصمة على خلفية لا نعلمها لحد الآن، وما يتم ترويجه في الصفحات الإعلامية ومواقع التواصل الحقيقة لا يمت الحقيقة بسيلة. من زلنا ما نعرفوش حتى أسباب إيقاف السيد حمد جبالي. هل تتعلق برئيس الحكومة الأسبق الأستاذ حمد جبالي أي قضية، أي تحقيق من قبل حتى نفهم؟ والله هو القضية الوحيدة هي قضية الورشة الصغيرة اللي هو يكمل في الروتريت متاعه فيها، ويخدم بكل جد وجهد باش يوفر مصدر رزق ليه بعد ما أنه تنازل على جميع حقوقه، حتى معناها الضمان متاعه ولا التقاعد متاعه ما حبش ياخذه، رفض، فهمت، تنازل عليه الدولة التونسية. لكن هك تشوف المتابعات هذه الحقيقة من ظلم من ظلم. عائلة حمد جبالي بقات تعاني تو من سنوات التسعين وهي تعاني، يعني مضايقات 16 سنة سجن اللي قضاها السيد حمد جبالي في السجن ظلما على ارتيكل في جريدة الفجر. معناها باش نوضح الاتهامات الكل اللي قاعدة تطال في الرجل، وهو معناها تنازل، والرئيس الحكومة الوحيد في تونس اللي استقال من تقاء نفسه من مهمة رئيس حكومة في الوقت الحاضر يتقع معاملته بهذا الرئيس الوحيد اللي حقق، رئيس حكومة الوحيد اللي حقق بعد الثورة نسبة نمو وصلت ل 4.2%، معناها في تونس معناها الوحيد. ورغم ذلك هاك تشوف المعاملة اللي قاعد يتعامل بها هو وعائلته، وراه ظلم عمره ما يبني دولة. نقول هالكلمة هذه، ظلم راه عمره ما يبني دولة. وإذا كانش يواصلوا في هالمسار هذايا فإن تونس ماشية إلى طريق مسدود. يعني أستاذ عبد الناصر تؤكد أنه لا تتعلق بالأستاذ حمد جبالي رئيس الحكومة الأسبق، هي مش تتبعات قضائية، هي مضايقات أمنية، ما ثمش ملف قضائي. يعني ما فماش ملف جدي، حتى الملفات اللي وقع معناها جلبوا فيها ما عندهاش، ما خذات مجراها، واحنا والمحامين وقفنا كما يلزم، مجموعه معناها دافعت على سي حمد جبالي، المجموعه كامله وقفنا كما يلزم، واحنا في المتابعه ما فماش حاجه تستجيب لهالايقاف هذايا وهل الاقتياد والاحتفاظ به واتهامه بالاتهامات الباطلة دي. رجل عمره 72 سنة في معناها وعنده مرض واستقال من الحياة السياسية، قال لكم يا ناس سيبوني وباقي احنا معناها في تونس لا يلزم نكملوا نتابعوا هالناس هذوما. علاش؟ على خاطرهم هم مواطنين تونسيين كيفنا، وعندهم الحق باش يعيشوا معنا في ارضنا، في ارض الوطن نتاعنا. للأسف الشديد يبدو أنه ما يحصل لحمادي جبالي
غير بعيد على ما وصفت به منظمة العفو الدولية في الأيام الأخيرة عندما أرفقت صورة رئيس سعيد بعنوان يقول ظلال الدكتاتورية، وكذلك ما عبرت عنه هيومن رايتس واتش كذلك في آخر تقاريرها عندما قالت إن تونس بصدد العودة إلى مربع ما قبل 14 جانفي 2011. هل من كلمة أخيرة؟ نعم. أنا نحب نقول كلمة للسيد حمادي جبالي، هو لا أسس نظام الديمقراطي في تونس، ولا الرئيس الحكومة الوحيد هو والرئيس المرزوقي باش ما نظلمه حتى حد، اللي عمرهم ما قاموا باقتياد أي شخص ولا تشكي به باش يقع إيقافه على مجرد رأي. هذا للتوضيح فقط. نعم، كل التضامن مع الأستاذ حماد الجبالي وكل من يطالهم العسف خارج إطار القانون. شكرا أستاذ عبد الناصر المهني، وتبقى قناة الزيتونة في متابعة آخر الأخبار فيما يتعلق بهذا الموضوع، إن شاء الله يكون خير، ودائما ما ضاع حق وراءه.